السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين، إذا كما تلاحظون أننا وصلنا إلى المحور الثالث وهو المحور السياسي. إذا تعريفات للسياسة، تعرف السياسة لغة بأنها عبارة عن معالجة الأمور، وهي مأخوذة من الفعل ساس ويسوس، وهي على مصدر فعالة. أما اصطلاحا فتعرف بأنها رعاية كافة شؤون الدولة الداخلية وكافة شؤونها الخارجية، وتعرف أيضا بأنها سياسة تقوم على توزيع النفوذ والقوة ضمن حدود مجتمع ما، وتعرف كذلك بأنها العلاقة بين الحكام والمحكومين في الدولة، وعرفت أيضا بأنها طرق وإجراءات مؤدية إلى اتخاذ قرارات من أجل المجتمعات والمجموعات البشرية. وقد عرفها هارولد بأنها عبارة عن دراسة السلطة التي تقوم بتحديد المصادر المحدودة، وعرفها ديفيد إيستون بأنها عبارة عن دراسة تقسيم الموارد الموجودة في المجتمع عن طريق السلطة. أما الواقعيون فعرفوها بأنها فن يقوم على دراسة الواقع السياسي وتغييره موضوعيا. أنواع السياسة، هناك عدة أنواع من السياسة هي كالآتي: سياسة أساسية، سياسة إيديولوجية، سياسة تشغيلية، سياسة عليا، سياسة اقتصادية، سياسة التكتل، وهي سياسة يسعى فيها كل طرف إلى الانضمام إلى طرف آخر أو مجموعة من الأطراف والتحالف معهما، وذلك بهدف كسب حلفاء في جوانب التعاون، خاصة الاستراتيجية العسكرية والاستراتيجية الاقتصادية. سياسة الاحتواء، وهي سياسة تقوم على العمل المخابراتي والدبلوماسية والاكتفاء بالضغط الاقتصادي. أنواع السلطة السياسية: السلطة التي تحظى بالشرعية، السلطة العامة وهي سلطة ملزمة لكل من يكون في المجتمع، السلطة التي تحتكر وسائل الإكراه الشرعية مثل الجيش والشرطة، السلطة التي تقوم على معاقبة أي شخص يخالف القواعد القانونية المطبقة في مجتمع هذه السلطة، السلطة السياسية المقترنة بالغطاء القانوني التي يدعمها. العلوم السياسية، تعرف العلوم السياسية بأنها عبارة عن دراسة سلوك سياسي وتقوم على تفحص التطبيقات ونواحي هذه السياسة وتستخدم النفوذ، وتعد العلوم السياسية من تخصصات العلوم الاجتماعية. أهمية علم السياسة، تقوم على فهم الترابط بين أجزاء العملية السياسية، قدرتها على تحقيق الأهداف بأقل التكلفة وبأفضل النتائج، تقوم على تفسير كل ما يتعلق بالساحة السياسية، يعد وسيلة من وسائل الرقابة.